السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الصغار، كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. في هذا اليوم سوف نتعلم شيئا من اللغة العربية، ألا وهي هي لغتنا. فهيا بنا نتعرف على حرفنا الجديد. بين هذه الأحرف سوف أعرفكم على الحرف الذي سوف ندرسه، إنه حرف الواو. هذا هو حرف الواو. نشاهد هنا مجموعة من الصور وبها حرف الواو، فهي نتعرف عليها: وردة و في أول الكلمة، عصفور عصفور في وسط الكلمة، وأيضا موز موز الواو في وسط الكلمة. أما كلمة دلون دلون في آخر الكلمة. والآن هيا بنا نتعرف على أشكالهما معا. هل عرفتم حرفنا هو واو؟ فهيا بنا نتعرف عليه. أشكال حرف الواو له شكلان، إما بهذا الشكل وإما بهذا الشكل، ولكن متى يكون في هذا الشكل حرف الواو؟ ومتى يكون بهذا الشكل حرف الواو؟ فهيا نتعرف عليهما معا. ولكن قبل أن نتعرف على أشكال حرف الواو، هيا بنا نتعرف على كيفية كتابة حرف الواو. وضعنا نقطة على السطر لكي نكتب حرف الواو. من النقطة نخرج لأعلى وبعدها ثم ننزل لأسفل. هيا نكتبه مرة أخرى، خط وبعدها لأعلى ثم ننزل لأسفل نصف دائرة، وهذا شكله في أول الكلمة. والآن نريد كتابة حرف الواو في وسط وآخر الكلمة، فهيا معا. خط مستقيم على السطر ثم لأعلى ثم ننزل لأسفل مع نصف دائرة، وهذا شكله في وسط وآخر الكلمة. والآن فقد تعرفنا على كيفية كتابة حرف الواو، والآن نريد أن نستخرج حرف الواو من خلال هذه الكلمات. إذن كلمات تبدأ بحرف الواو، ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد ولدا، وهذه كلمة ولد ولد ولد. هل سمعتم صوت حرف الواو؟ نعم، أين مكانه؟ في أول الكلمة الملون باللون الأحمر، فهيا بنا نضع دائرة عليه. و و ولد ولد. والآن نأتي إلى الصورة الأخرى، ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد وردة، وهذه كلمة وردة وردة وردة. هل يوجد بها حرف الواو؟ نعم، أين مكانها؟ في أول الكلمة هنا الملونة باللون الأحمر، فهيا بنا نضع عليها دائرة. ووردة. والآن نريد أن نتعرف على كلمات في وسطها حرف الواو، ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد صندوقا، وهذه كلمة صندوق صندوق صندوق. هل يوجد بها حرف الواو؟ نعم، أين مكانه؟ هنا في وسط الكلمة، فهي نضع عليه دائرة معا. إذا كلمة صندوق يوجد بها حرف الواو في وسط الكلمة صندوق، ولكن هنا حرف الواو قد جاء منفصلا في وسط الكلمة، لأن الحرف الذي أتى قبله ألا وهو حرف الدال لا يتصل مع الأحرف
التي تأتي بعد والآن نأتي إلى الصورة الأخرى. ماذا نشاهد هنا أحباء الصغار؟ نشاهد عصفورا جميلا، وهذه كلمة عصفور. عصفور، عصفور. هل يوجد به حرف الواو؟ نعم، أين مكانه؟ في وسط الكلمة هنا. هيا نضع عليه دائرة معا. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن حرف الواو هنا متصلا. لماذا؟ لأن الحرف الذي قبله ألا وهو حرف الفاء يتصل مع الأحرف التي تأتي بعد. إذا حرف الواو في وسط الكلمة له شكلان، إما منفصلا مثل كلمة صندوق، وإما متصلا مثل كلمة عصفور. والآن أحبائي الصغار، نريد أن نتعرف على كلمات تنتهي بحرف الواو، فهيا بنا. كلمات في آخرها حرف الواو، ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد دلوا، وهذه كلمة دلو. دلو، دلو. هل سمعتم صوت حرف الواو؟ نعم، أين مكانه؟ هنا في آخر الكلمة الملونة باللون الأحمر. هيا بنا نضع عليه دائرة. والآن هنا حرف الواو قد وجد متصلا، لأن الحرف الذي قبله ألا وهو حرف اللام يتصل مع الأحرف التي تأتي بعده. والآن نأتي إلى الصورة الأخرى. ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد كلبا صغيرا، والكلب الصغير يسمى جرو، وهذه كلمة جرو. جرو، جرو. هل سمعتم صوت حرف الواو؟ نعم، أين مكانه؟ في آخر الكلمة هنا الملونة باللون الأحمر، فهيا بنا نضع عليه دائرة. ماذا نشاهد هنا من كلمة جرو؟ نشاهد أن حرف الواو قد وجد منفصلا، لا يتصل بأحرف. لماذا؟ لأن الحرف الذي جاء قبله ألا وهو حرف الراء لا يتصل مع الأحرف التي تأتي بعده. إذا ماذا نستنتج ونلاحظ من هاتين الكلمتين؟ نلاحظ أن كلمة دلو حرف الواو يكتب متصلا مثل هذا الشكل، أو يكتب منفصلا مثل هذا الشكل حرف الواو في كلمة جرو. والآن أحبائي الصغار، هل فهمتم وعرفتم أشكال حرف الواو؟ فهنا حرف الواو قد يأتي في أول ووسط وآخر الكلمة. أما هذا الشكل فحرف الواو يأتي في وسط وآخر الكلمة. إلى اللقاء أحبائي الصغار.